بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله نكمل شرحنا لمسرحية فاوستس، وأحنا نسوي مراجعة لآخر شيء آخر شيء شرحناه. تحدثنا بالدرس السابق عن فاوستس وذكرنا بأنه أراد أن يمارس السحر وكان جالس في غرفته، بعدين أخذ الكتب كتاب كتاب وبدأ بالتقاط الكتب واحدا تلو الآخر، وقال بأنه سوف يترك كتاب الطب لأن الطب لن يجلب له أو لن يجعل له لن يجعل الإنسان خالد، ولن يكون قادر الطبيب على أن يجعل الإنسان الميت حي. كذلك أخذنا كتاب المنطق وكتاب القانون وإلى آخره من الكتب، وبدأ يشمر كتاب كتاب، وقال بأن هذه الكتب هي كتب ليست ذات منفعة وليست ذات قدرة على إنجاز شيء عظيم، وأنا أبحث عن الشيء عظيم. إلى أن أخذ كتاب وهو كتاب استحضار الأرواح النكرومانسي، وهذا الكتاب هو لممارسة السحر، وهذا الكتاب هو لممارسة السحر. طيب، احنا يعني فاوستس، we said earlier that he is a scholar from Germany. دكتور فاوستس هو عالم من ألمانيا، وذكرنا بأنه فاوستس كان شخص، خلينا نقول عليه يعني ذا 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 طموح وذا يعني فضول، عنده فضول وهو فخور بنفسه أكثر من المطلوب، فهذا اللي جعل فاوستس أنه يمارس السحر. طيب، طبعا فاوستس هناك شغلة مهمة، فاوستس كان موجود وجالس في غرفته، فقال لي واغنر، he said to Wagner, go and invite to me Valdez and Carinius. قال جيب لي فالديز وكارينيوس. فاوستس قال الواغنر دعا، قال له go to invite، ادعو فالديز and Carinius to visit me، حتى يزوروني. فاوستس طلب من الخادم مالته، قال له جيب أصدقائي ذول الاثنين اللي هم فالديز وكارينيوس. طيب ليش؟ حتى يعلموني السحر. They because he want them to teach him about the necromancy, about the magic, black art، عن الفن الأسود وهو السحر. أثناء ما كان فاوستس قاعد ينتظر بيهم، ظهر له ملاك الخير وملاك الشر. ظهر له ملاك الخير وملاك الشر. طيب، الآن فاوستس حال حال أي شخص كان جالس ويريد يمارس السحر، والسحر يعني هو ذنب كبير جدا. Good Angel، كان فاوستس موجود وينتظر أصدقاء اثنين حتى يجونه حتى يعلمون على السحر، ولكن فاوستس الآن في حيرة من أمره. بهاي اللحظة الGood Angel ظهر له. الجود أنجل قال له فاوستس lay the diamond book aside and gaze not on it unless it tempt thy soul. فاوستس ضع هذا الكتاب الملعون جانبا، لا تنظر فيه خشية أن يغوي روحك وتسقط غضب الله ويسقط غضب الله على رأسك. الآن هذا ملاك الخير دا ينصح فاوستس، يقول له يا فاوستس اترك السحر، عوف السحر، مو زين عليك. ملاك الخير دا يقول له يا فاوستس هذا السحر شيء سيء. نأتي الآن إلى الإيفل أنجل، الملاك الشر،
طبعا ممكن يجيك سؤال بالامتحان يجر لك خط جوه كلمه go forward Faustus in that famous art. يقول لك من قال هذا الكلام؟ Who said؟ من القائل؟ انت لازم تقول له الايفل انجل. شوف الايفل انجل ملاك الشر ايش قال؟ Go forward Faustus in that famous art wherein all natural treasures is contained. امضي قدما يا فاوستس في هذا الفن الشهير. ما يقول له سحر، يقول له فن شهير حتى يرغبه، حيث فيه كل كنوز الطبيعة وكل كنوز الطبيعة محتوى. كن أنت على الأرض مثل جوبيتر في السماء سيدا وأمرا على هذه القوى. قنع فاوستس بأنه يمارس السحر. إذن الجود أنجل نصح فاوستس، قال فاوستس leave this diamond book، اترك هذا الكتاب الملعون المشؤوم الشر، اتركه على جانب واقرأ عوفة. والإيفل أنجل يقول له اقرأ هذا الكتاب السحر تعلم، أو عفوا يقول له اترك هذا الموضوع واترك هيك الأشياء السيئة. طبعا هذا الموضوع مهم، لازم نعرف انه ملاك الخير ظهروا وملاك الشر حتى واحد يقنع فاوستس لممارسة السحر، والآخر حتى يمثل ظهور فاوستس الجانب السيء منه. إذن ملاك الخير يمثل الجانب السيء، ملاك الخير يمثل الجانب الجيد، وملاك الشر يمثل الجانب السيء عند فاوستس. طبعا هذا ما كان موجود في ظهور ملاك الخير وملاك الشر. فاوستس sat by fire waiting for them to come. كان فاوستس ينتظر بنار، يعني ينتظر على أحر من الجنب، ينتظر فالديز وكارانيوس حتى يجون يعلمونه السحر. واضح لهنا؟ فاوستس sat by fire waiting for them. Suddenly he saw two angels. ذكرنا بأنه ملاك الخير ظهروا لملاك اثنين ملائكة. The good angel asked Faustus not to repent, not to read the book. كتاب ممكن يجيني سؤال بالامتحان. The good angel asked Faustus to read the book of the magic. ملاك الخير قال لفاوستس اقرأ كتاب، لو لا اقرأ كتاب السحر. الجواب غلط، ملاك الخير قال له لا تقرأ كتاب السحر. Put it away، ضع هذا الكتاب على جنب. طيب the evil angel encouraged him to study magic، اما ملاك الشر شجعه انه يمارس السحر. وطبعا انطاه مثال، قالوا له على سبيل المثال عنده، قالوا له انت راح تصير قوي مثل هذا الشخص اللي اسمه جوف. طبعا هذا يعني هو عندهم بوكتهم ساحر معروف جدا، قالوا له انت راح تصير مثل الاله، مثل الفتشي على 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 العالم يعني، فده يقنعون بيه. شلون مثل ما واحد يعني ينصح فاوستس، ينصح واحد مثل واحد يقعد يقول له فاوستس، يقول له فلان مثلا يقعد ويا طالب يقول له تدري اذا قرأت انت تصير مثل دكتور فلان، ده يقنعون بيه، قالوا له تدري اذا مارست السحر انت راح تصير مثل فلان يعني. طبعا هذا كل ما موجود بالنسبه لملاك الخير وملاك الشر. طبعا هنا ملاحظه مهمه، يعني الجود انجل سيز ذات ماجيك سول ان دانجر بات ايفل انجل بوينت ذات هي ويل برينج هيم جريت باور. ملاك الخير قال له انت، طبعا ملاك الخير قال له انت راح توقع نفسك في خطر، يعني راح تلقي بنفسك الى التهلكه، هذا ملاك الخير. أما ملاك الشر فقال له أنت راح تكون ذا طاقة. طبعا هذا دا يكذب علي. هذا النص ذكرنا الاقتباسات هذه، يعني إحنا يعني فاوستس الآن دا يحكي ويا روحه. How am I glutted with conceit of this? Shall I make spirits fetch me what I believe? Resolve me of the ambiguities? Beer farms what I desperate enterprise I will. طبعا هذا فاوستس دا يحكي I have them
fly to India for gold. الآن فاوستس بدأ يحكي هو ونفسه، قال زين أمارس السحر أني أصير ساحر؟ لا ما أمارس السحر، أما إيه حاير. بعدين إيش قال؟ قال خليني أصير ساحر. طبعا هسه هذا الحكي، هذا كليته، هذا الكلام هسه راح نشرحه هنا جوا. هنا فاوستس إيش قال؟ قال لا شوف أنا، شوف الحكي هنا. And I will have all Germany with the brass. سوف أجعل جميع ألمانيا محاطة بالعشب. هذا ممكن يجيني سؤال. I will have them all Germany with the brass. يقول لك يعطيك هذا، يعطينا هذا الاقتباس بين قوسين ويقول لك من القائل. احنا لازم نقول دكتور فاوستس said this. فاوستس قال هذا الكلام. وطبعا يعني شوف هنا and I will make soft Rhine circle for Wittenberg. قال ومدينة راين أنا راح أحوطها وراح أبني المدارس وأحيطها بالحرير. وطبعا هذا الحكي كله تفاوستس دا يضحك على نفسه، قال ها أني راح أعمل هذه الأعمار كلها من عصير ساحر. وطبعا هذا الحكي كله الموجود هنا باللغة اللاتينية القديمة هذا موجود عندنا باللغة الإنجليزية، موجود ترجمته أو كامل. Ask spirit to bring what I am wanted. Ask spirit to do what I want, bad or good deeds. Ask spirit to go to India to bring him the gold. طلب قالك أنا راح أصير ساحر حتى الناس تجيب لي الأرواح، تجيب لي ذهب، وحتى يجيبوا لي فلسفة فلسفي، حتى يجيبوا لي الملوك وأخبار الملوك، حتى أحوط ألمانيا بعشب أخضر، حتى أحوط المدينة بنهر من المي، راح أحوط الجامعة بالحرير، يعني أخلي الجامعة أمليها بالحرير. طبعا الحرير فشيء غالي يعتبر. Ask spirit to create a weapon for war. أسأل الأرواح حتى يبنوا لي، يجيبوا لي أسلحة للحرب. طبعا هذا كله كذب وأفكار يقنع بيها نفسه حتى يمارس السحر. يعني هاي كلها أعذار. شلون مثل بنية تجي أو واحد مثلا بنية واحد ديبوق من فلان، يقول له يابا ليش تسرق من فلان؟ والله يابا هو ما يزكي وانا دابوق من عنده، او والله هو مو خوش ادمي وانا دابوق من عنده. يعني كل اعذار دا يقنع بيها روحه حتى يمارس السحر، Valdez and Coronius ask him advice to study magic. اذا Valdez وكورونيوس قالوا له يا فاوستس ادرس الماجيك، ادرس السحر، وهذا الشيء زين عليك. طبعا قالوا له السحر يلوق لك وانت ترى مصير ساحر. ضحكوا عليه. اذا اجانا سؤال قال لنا Valdez and Coronius advise Faustus to leave the magic aside. Valdez and Coronius قالوا لفاوستس اترك السحر جانبا. جواب غلط. Valdez and Coronius قالوا له مارس السحر، مارس السحر. He wants to be a magician like one of the جرابسا used to be. أراد أن يكون ساحر مثل جراسبا، هذا واحد ساحر بوقتهم أيضا معروف. Valdez encouraged Faustus. Valdez شجع Faustus قلنا وقال له الأرواح راح تجيب لك ذهب وتجيب لك كل شيء. To you they will do whatever you tell them to. راح الأرواح شو تريد تسوي لك. Faustus will be greater than dolphin or cub. شوف هذا الكلام من اللي قاله؟ هذا الكلام قاله كورونيوس. قال شوف تدري فاوستس ايش راح يصير؟ ايش راح يصير؟ فاوستس راح يصير مثل اوريكل، راح يصير عجوزه، معجزه راح يكون اوريكل. هذا اوريكل ايضا ساحر بوقتها. فهذا يعني داي شلون داي يقنعون فاوستس، يقولون انت راح تصير مثل فلان، انت كذا. بعدين انطوه كتب اخرى عن السحر وقالوا له go to the solitary grove، اذهب الى مكان منعزل. هذا ممكن تجينا فراغ ايضا مهم، يعني قالوا له روح المكان منعزل واقرا هاي الكتب وراح تستحضر الارواح، وراح تستحضر الارواح. طيب نسوي مراجعه عن الاسئله. يقول لك سؤال did satan try to seduce Faustus to read a book of magic؟ هل حاول الشيطان أغواء فاوستس لقراءة كتابة السحر؟ إذن الجواب yes he did because Satan did not want Faustus to be a
clergy man because Satan. إذن الشيطان قنع فاوستس إنه يترك السحر. إذا جانا سؤال how did Satan turn Faustus to read the back of the magic؟ شلون قنع الفاوستس قال له اقرأ السحر درس السحر شلون؟ إيش قال له؟ قال له إذا قرأته راح تصير غني، راح تصير غني عندك فلوس وراح تصير famous art فن مشهور. قال له famous art فن مشهور. إذن هذا الحجم موجود طبعا ذكرناه إنه بس الكلام مال الشيطان نذكر هنا بس لا أكثر ولا أقل. What are things that Satan promised to do for Faustus؟ الشيطان إيش قنع فاوستس؟ إيش قال له؟ قال له إنه أنت راح تقرأ الفلسفي. قال له راح تقرأ يعني يعني تروح دا توسس له. قال له أنت راح تحوط ألمانيا بالعشب، راح تحوطها بالنهار. هذا الحكي اللي ذكرناه كليته. انت راح تجمع فلوس، يعني كل شيء راح تسوي. هذا كله كذب سواه او ضحك عليه شيء. وهذا الحكي لازم نحفظ طبعا سبع نقاط نحفظها. Why did Faustus reject divinity؟ ليش Faustus ترك الدين الالوهية؟ Because the reward of the sin is hell and we all human are. لانه قال بان احنا كلنا مخطئين واي واحد يخطئ يروح للنار، فانا راح اترك السحر. ليش فاوستس ترك الطب؟ ذكرنا هذا الحكي كليته. Because he discovered that his study of medicine does not enable him to make human things immortal or bring dead man for. هذا الحكي كليته ذكرنا. ليش ترك القانون؟ لأن قال القانون بس للشخص اللي يحب الفلوس. ليش درس المنطق؟ لأن قال المنطق عبارة عن سوالف بس حكي. طيب إذا جاني سؤال قال لنا why did two angels appear؟ ليش ظهروا ملاك الخير وملاك الشر؟ ليش ظهروا ملاك الخير وملاك الشر؟ لأن هذول يمثلون فاوستس روحه، الجانب السيء والجانب الإيجابي، الضمير والنفس. الضمير والنفس they represent inner conflict، يمثلون الصراع الداخلي ما بين فاوستس. why did Faustus promise to do noble good deeds؟ ليش فاوستس قال انا راح اعمل شغلات زينه وشيطان قنع وسوس له قال اعمل شغلات زينه؟ ليش؟ because he want to justify to himself، اراد ان يبرر لنفسه، يريد يعطي نفسه حجج. مثل ما قبل شويه قلت اذا واحد يريد يبوق شغله يقول هذا فلان ما يزكي وعلى هاي احنا دنبوق من عنده. الله يعني كليته اعذار. عاشرا Valdez and Coronius are only the one responsible for making Faustus practicing magic. Explain. يقول لك Faustus وكورنيوس هم المسؤولين عن جعل Faustus يمارس السحر. الجواب غلط. Faustus هو اللي كان يريد يمارس السحر وهو اللي دز عليهم. هم ما مسؤولين عليه. هم مو قنعوا Faustus، هو إلى واهس أصلا، بس هو أصلا دز عليهم. إذن هم مو مسؤولين عليه ولا ملاك الشر مسؤول عليه. المسؤول عليه نفسه، هو دمر نفسه بنفسه. أيضا عندنا هنا فراغات Valdez and Faust. Valdez أعطى الفاوستس كتب وأسكم تو كنجير، قال له طبعا هذا الحكي كله موجود فوق، سأله أنه يستحضر الأرواح. Valdez and Coronius taught Faustus how to practice magic. طبعا هذا السؤال ممكن يجينا فراغ، ممكن يجينا فراغ جوا Valdez وCoronius. هذا هو الفراغ، يقول لك علموا هذين. هم ما مسؤولين عن جعل فاوستس انه يمارس السحر، هم علموه لان هو دز عليهم. سؤال اخر، دكتور فاوستس decide to stop medicine. قرر فاوستس ترك ممارسة السحر الطب عفوا. ليش؟ ذكرنا الجواب. رابعا ممكن يجينا ايضا the first chorus. الكورس اللي ذكرنا ظهرون ببداية المسرحية told the audience that it will not deal with war, love, proud deeds. ذكرنا بأنه هاي فراغات تجي بالامتحان. قال آخر Thought the man of the high knowledge but Faustus brave that he is a naive person. يعني Faustus بالرغم من أنه إنسان عالم إلا أنه أثبت بأنه شخص ساذج. ساذج يعني إنسان أثور غبي، لأنه خلى نفسه يمارس السحر. هذه صح وخطا ايضا ممكن نقراها ونستفاد من عدها. هاي النقطه الاولى يقول لك فاوستس كان شخص غير مشهور قبل لا يمارس السحر. الجواب غلط. فاوستس كان مشهور. فاوستس is looking for power.
فاوستس يبحث عن القوة والصحة والمجد. الجواب صح. فاوستس completely believe that God will forgive him. يعتقد فاوستس بأن الله سوف يسامحه. طبعا هذا اعتقاده. بارابا مارس السحر. طيب هذه الأسئلة كليتنا احنا قريناها وأخذناها. فاوستس will be greater than dolphin or kill. هذا كلام من اللي قاله؟ قاله كورونيوس. هذا الكلام صحيح. When Faustus said, commend me my dearest friend. عندما قال فاوستس ادعوا لي أو يعني ادعوا لي أصدقائي المقربون. لما قال لواغنر هو يقصد الجود أنجل والباند إيجل؟ لو يقصد كورونيوس وفالديز؟ لا، هو يقصد كورونيوس وفالديز. فهنا الجواب غلط. ملاك الخير وملاك الشر أصلا هو ما دعاهم، هم اللي جوا علي. According to traditional Christian, the universe is viewed as. طبعا هذا السؤال يقول لك انه وفقا للمسيح بانه العالم لا يدار بالرب. غلط. المسيحيين يقولون انه كل العالم بيد الله. هنا قايل لك not. لا، هو كل العالم بيد الرب. سؤال 9. While Faustus is waiting to German scholar. من Faustus كان ينتظر العلماء الاثنين. Good angels والbad angels. Good angels والevil angel. أبير. نعم الجواب صحيح. Faustus كان ينتظر ذول الاثنين. Scholar. ملاك الخير وملاك الشر. ظهروا. يقول لك. Oh Faustus. Lay the diamond book aside. اترك هذا الكتاب جانبا. هذا الكلام اللي قاله باد انجل. الجواب صحيح. نعم هو هذا ملاك الشر اللي قال. عفوا هنا لا، انا عندي خطأ. هذا الكلام اللي قاله الجود انجل وليس الباد انجل. هذا الكلام يعني اللي قاله فاوستس اترك هذا الكتاب اللعين، هذا اللي قاله الجود انجل. يعني هنا جواب راح يكون فولس. فولس لأنه هو فاوستس اترك هذا الكتاب اللعين، هذا الكلام اللي قاله الجود أنجل مو الباد أنجل. الباد أنجل قال له اقرأ هذا الكتاب، كتاب السحر. ممكن يجينا تحليل، ممكن يجيب لنا مثل هذا التحليل هيك سؤال ويقول لنا اشرحه. طبعا هذا الكلام مين اللي قاله؟ مين اللي قال هيك كلام؟ قال if we have that sin we are all sinner. إذا إحنا نخطأ إحنا كليتنا بالنار. إذا كل واحد يخطأ راح يروح للنار. هذا الكلام من اللي قاله؟ هذا كتاب، هذا الكلام قاله فاوستس. إيش وقت قاله؟ من كان يقرأ كتاب الإنجيل. من كان يقرأ كتاب الإنجيل فاوستس قال إنه إحنا. طبعا فاوستس here called the first book of the John of Bible. He says that the reward of sin is death, but argues that everybody sin. In their life, the result is in death. All people will be death. Uses to justify selling his soul to Lucifer. طبعا هذا الكلام اللي قاله فاوستس كان يقرأ كتاب الإنجيل وقال إذا إنسان يخطئ يروح للنار وإحنا كليتنا مخطئين، إذا إحنا كليتنا بالنار. هذا الحكي ده يقنع بنفسه فاوستس. طبعا هاي كل الأسئلة والأجوبة اللي تخص المشهد الأول بخصوص مسرحية فاوستس. يعني إذا نقرأ هاي الأسئلة ونقرأ المادة راح نضبط هذني الأسئلة والفراغات ذني 100% مهمات وراح يجد بالامتحان. فذني كلش مهمات نركز عليهن، وبشكو شيء ملاحظة شيء قلته لازم نحفظهن. الأسماء لازم نحفظهن، الشخصيات لازم نحفظهن، وكل هاي الأمور لازم تنحفظ مثل الأسئلة.